اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل حذف حساب على تطبيق تيك توك. نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تتبع الخصوصيات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الحساب، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تعطيل أو حذفه، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على حذف الحساب نهائيا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على أغادر مؤقتا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على متابعة. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القناة.